ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض سلسلة الفيديوهات اللي بعنوان معلومة مهمة من بين السطور، وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع خصائص موجة خارج المحول. احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا نوعين من المحولات، عندنا محول رافع للجهد ومحول خافض للجهد، وطبعا المحول الرافع للجهد بيبقى خافض للتيار، والمحول الخافض للجهد بيبقى رافع للتيار. طيب دلوقتي موجة الخارج اللي احنا عاوزين نتكلم عنها دي كده الموجة اللي احنا بنحصل عليها من خارج الملف الثانوي. طبعا الملف الابتدائي هو اللي بيتوصل بالمصدر اللي انا عاوز ارفع جهده او اقلل جهده او ارفع تياره او اقلل تياره. طيب بالنسبة لموجة الخارج دي في 3 خصائص مهمين جدا ولازم نخلي بالنا منهم. اول واحدة لها نفس تردد موجة الداخل، يعني لو موجة الداخل ترددها 50 هرتز هيبقى موجة الخارج ترددها 50 هرتز، يبقى المحول مش بيغير عندي حاجة في التردد، يعني زمن الدورة هو نفس زمن الدورة. طيب الخاصية التانية إنها تختلف عن موجة الداخل في القيمة العظمى، بمعنى إن القيمة العظمى لفرق الجهد أو شدة التيار في الخارج لازم هيبقى مختلف عن القيمة العظمى لفرق الجهد أو شدة التيار لموجة الداخل، وإلا لو كانوا الاتنين قد بعض يبقى كده المحول ما عملش أي وظيفة، يبقى كده لازم يختلف وقتها. قيمة فرق الجهد العظمى لموجة الخارج تبقى أعلى من موجة الداخل لو المحول رافع، عكس لو كانت القيمة العظمى لفرق الجهد لموجة الخارج أقل من القيمة العظمى لفرق الجهد لموجة الداخل يبقى كده المحول ده محول خافض، بس أهم حاجة إن القيمتين يختلفوا عن بعض. الخاصية رقم 3 ودي أهم واحدة ناس كتيرة بتتجاهلها أو مش بتاخد بالها منها، هي إن بينها وبين موجة الدخل زاوية 180 درجة، يعني الاتنين مش متفقين في الطور، لا ده بيحصل إنها بتتأخر عليها 180 درجة. طب جاية منين بقى ال 180 درجة؟ جاية من قاعدة لينز. احنا عارفين إن فكرة عمل المحول الكهربي هو الحث المتبادل ما بين ملفين، وطالما حث متبادل بيظهر عندي كلمة ناقص M، الناقص هو ده اللي بيعمل الحركة دي، بيخلي إن موجة الخارج بتتأخر زاوية 180 درجة عن موجة الدخل. طيب عشان نفهم الـ3 خصائص دول كويس تعال ناخدوا مثالين عندنا. أدي أول مثال، لو جاب لي محول زي كده، طبعا المحول ده معنى إن عدد لفات الملف الثانوي أقل من الملف الابتدائي يبقى المحول ده خافض للجهد وطبعا رافع للتيار. فلو جاب لنا موجة دخل قال لنا دي موجة الدخل الداخلة على المحول ده، عاوزين نرسم بقى موجة الخارج ونشوف شكلها هيبقى عبارة عن ايه. طيب ناخدهم واحدة واحدة كده. احنا قلنا ان موجة الخارج بيبقى ليها نفس تردد موجة الدخل، يبقى هنا الموجة اللي خارجة هنا ليها نفس التردد، يعني نفس زمن الدورة دي. يعني احنا لو جينا هنا لقينا ادي شرطة 2 3 4 5 6، يبقى هنا برضو 1 2 3 4 5 6، يبقى ده كده الصفر اللي عندي، ده كده زمن نص الموجة اللي هتبقى خارجة عندي. طبعا الموجة اللي خارجة عندي مستحيل تبقى زي القيمة العظمى بتاعت موجة الدخل، يا إما أعلى منها يا إما أقل. هنا ده محول خافض يبقى أكيد هتبقى القيمة العظمى أقل، بس نخلي بالنا من حاجة، ممكن واحد يجي يبتدي يرسم الموجة من هنا ويتحرك كده ويجي يتحرك كده ويعمل عندي الموجة بالشكل ده، لا خلي بالك إن الزاوية ما بينها وما بين موجة الدخل 180 درجة، يعني الموجة هنا مبتدية كده بالموجب، لا هنا الموجة تبتدي بالسالب، يعني احنا نبتدي في كده في الجزء ده، وطبعا القيمة العظمى أقل فنيجي نوصل كده، وبعد كده نكمل الموجة بتاعتنا كده، وبعد كده يبقى احنا كده رسمنا موجة الخارج عندنا. يبقى زي ما احنا ملاحظين ليها نفس التردد، القيمة العظمى أقل لأن المحول ده محول خافض للجهد، زي ما انت شايف هنا بتتأخر عليها بزاوية 180 درجة. طيب لو انت فهمت المثال ده كويس المفروض تحل التاني. التاني عندنا محول بالشكل ده، طبعا معنى انه رسمه كده يبقى كده عدد لفات الملف الابتدائي اقل من عدد لفات الملف الثانوي، او عدد لفات الملف الثانوي اكتر من عدد لفات الملف الابتدائي، يبقى المحول ده رافع للجهد خافض للتيار. يبقى لو جاب لي موجة الدخل بالشكل ده وقال لي ارسم موجة الخارج، يبقى بنفس الطريقة هنقول ان موجة الخارج ليها نفس التردد، يعني هتحصل في نفس الزمن، يبقى كده زمن النص دورة عندنا هيبقى هنا. طيب بعد كده ده كده رافع، يبقى أكيد القيمة العظمى لفرق الجهد الكهربي هنا هتبقى أكبر من هنا، بس نخلي بالنا ما ابتديش كده لأن هنا الموجة الدخل مبتدية بالموجب، يبقى الموجة دي تبتدي بالسالب، يبقى وليكن الموجة بتاعتنا هتبقى كده بالشكل ده. طبعا أدي القيمة العظمى هنا أعلى،
وبعد كده تبقى طالعة فوق كده، وبعد كده جاية بالشكل ده. يبقى احنا كده رسمنا موجة الخارج. يا ريت نخلي بالنا كويس من الملاحظات الدقيقة دي، ونخلي بالنا من حتة ان هما وبينهم زاوية 180 درجة. طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا واخدين بالكم من المعلومة دي، ويا ريت اكون عرفت ابسطها واكون عرفت افيدكم بحاجة في الفيديو ده. وانتظروني في فيديوهات تانية ان شاء الله.